عمر. عمر يا عمري ما كنت اتخيل انك لما تشوف موسى هتهرب منها. اتأخرتي قوي يا موسى، اتأخرتي، جيتي بعد ما اتسجنت. مش انت اللي اتسجنت، حسين بيه هو اللي اتسجن. حسين بيه ده يبقى ابويا، وهو الاب يظلم الناس ويسجنها؟ كان لازم يدوق من الكاس اللي انا دقته. انت جاي تشمتي؟ لا انا جاي افوقك. فوق يا عمر، فوق، كل اللي حواليك عايزين يغرقوك. وانت بقى اللي عايزاني اقوم؟ انت اللي سجنتيه يا نوسه. انا ما سجنتوش، هو اللي سجن نفسه. عمر ابوك عمل حاجات كتير غلط، هو اللي باع ضميره مش انا. ارتحتي خلاص يا نوسه؟ انت قمت من ابويا وخدت بطارك؟ ما كنتش اعرف انك حقوده قوي كده. ويا ترى لسه جواكي شر كمان ولا لا؟ عايزه تعملي ايه تاني؟ عايزه اقول لك ان هو اللي سجن نفسه، وعبد القوي هو اللي فتح له السكه، هو اللي اغراه يشتري ادويه ودبسه فيها وهرب ورفض انه يشاركه. عمر، عبد القوي هو اللي سجن ابوك. يا سلام، انت بقيتي عارفه عنهم كل حاجه. الناس دي ظلمتني وما كنتش هسمح يظلموني تاني. انت عايزه ايه دلوقتي؟ ابويا واتسجن وانا وضعت خلاص. لا يا عمر، مش انت اللي تضيع. انا عارفه انك جامد وهتقف على رجليك وتشغل المصنع، ولازم تطرد عصفور وابنه، دول هما سبب المصايب اللي في المصنع، ده غير عبد القوي طبعا. كفايه كدب بقى، كفايه. انا مش كدابه، انا عايزاك تفتح يا عمر وتشوف اللي حواليك على حقيقتهم. عايزه اقول لك حاجه قبل ما امشي. حبيت حد غيرك، ولا أحب حد طول ما أنا عايشة. حبيت اتكلم معاكوا لاني حاسس طول عمري اننا عيله واحده، وان الشركه والمصنع دول بتوعنا كلنا. مظبوط يا باشمهندس. طب والله العظيم كل الكلام اللي بتقوله مظبوط و100%. انا هتكلم معاكوا بصراحه يا جماعه، الشركه بتمر بظروف صعبه، اصعب مما تتخيلوا. بقالي 4 ايام براجع كل حاجه في الشركه من الصبح لبالليل، لقيت في ديون كتيره قوي على الشركه، ودي عشان في ناس عايزه تخرب الشركه دي وتوقعها، بس انا عرفتهم ومش هسيبهم. بس ما تخافوش، رتباتكم هتاخدوها اول كل شهر عادي. بس انا بصراحه مش هقدر ادفع على مكافئات ولا حوافز لغايه الشركه ما ترجع تقف تاني على رجليها، وانتوا اللي هتوقفوها رجاله. بس يعني اللي عايز يمشي او شايف شغل تاني احسن من هنا يتفضل يمشي، انا مش هزعل، كل واحد حر في قراره. ها قلتوا يا رجاله؟ احنا كلنا معاك يا باشمهندس. زي ما تقول يا باشمهندس، المصنع ده مصنعنا، الشركه دي شركتنا. وزي ما قال الاستاذ رجب، كلنا معاك يا باشمهندس. ملك يا، انا متشكر قوي على الزياره دي، اصيله وبنت ناس يا ملك. بس انا مش ملك يا حسين بيه. ايه تكونيش اختها التوأم؟ بتكلم بجد، انا مش ملك، انا حد لو فكرت من هنا لبكره
مش هيخطر على بالك ابدا. انا مش فاهم حاجه. نوسة نوسة مين نوسة؟ نوسة نوسة اللي انت لفقت لها تهمه ودخلتها السجن عشان ابنك ما يتجوزهاش. نوسة اللي انت كنت عايز تبيع الدنيا كلها عشان انت تتجوزها. البنت بتاعت الموالد اللي حرمت ابنك منها. انت كنت بتضحكي عليا لحد ما دخلتك هنا السجن عشان تبقى وحدك وحده. بس الحقيقه مش انا لوحدي، انا وصاحب عمرك عبد القوي شديد، هو اللي كان بينفذ كل اللي بطلبه منه. وهو كمان كان فاكر ان انا دايبه في هواه واني فضلته عليك. ربنا يكفيك شر مكر العوالم. يا بنت الكلب. الكلب هو انت وامثالك يا حسين بيه. وجايبالك ده عشان يحلي مرار ايام السجن. تعيش وتاكل غيرها. خد بالك من اللي هقوله ده كويس. انا ومدير المبيعات مش هنقدر نبيع لك نفس الكميه بنفس السعر ولا نفس الميزانيه زي الاول. لا يا سيدي، الرئيس الجديد مشدد شويه، يعني اعمل حسابك ان دي هتكون اخر مره. ايوه بس المعلوم هيعلى شويه. وانت كمان معلومك هيعلى. لا لا بقول لك ايه، لو مش عاجبك خد من حد تاني. انا بص انا ما بحبش الفصال. هتدفع ولا مش هتدفع؟ ايوه كده. يلا مع السلامة. برافو عليك يا ولد، عجبتني قوي حتة هتعلي العمولة ولا مش هتعلي؟ اتفضل يا باشمهندس اتفضل. خمس دقايق ما اشوفش وش حد فيكم هنا في الشركة. وما تنساش تاخدوا مدير المبيعات بتاعكم معاكم وانتوا ماشيين. لو سمحت نزل ايدك. انت احكم اني امد ايدي واضرب واحد زبالة زيك. يا عمر احنا قرايب. أنا ماشية يا نوسة، يمكن ما نشوفش بعض تاني. أنا حاسة إن أنا في كابوس، إزاي هتمشي وتسيبي كل ده؟ أنا ما سبتش حاجة، أنت اللي معاكي الفكة، إنما وهيبة معاها الأصل. هتهون عليكي مصر؟ هتهون عليكي بلدنا؟ لما أنا واللي زيي يسيبوها تبقي لازم تعرفي إنها خربت. زي ما حضرتك هتمشي، ياما ناس كتير قبلك مشوا وما خربتش. انتوا اول ناس بتعملوا فيها فلوس وانتوا اول ناس بتسيبوها. انت ازاي تتكلمي الكلام ده؟ اصل انا صعبان عليا ان الناس اللي معاها فلوس بتاخدها وتمشي ويسيبوا الناس الغلابه في فقرهم. طب ما انت عندك فلوس اكتر منه. ما انت لسه قايله انا الفلس مش الاصل. كل واحد وله ميزان. انا مضطر امشي دلوقتي، اتاخرت. طب هاجي معاكي المطار اوصلك. انا ما بحبش الوداع، انا هسلم عليكي هنا. وهيبه انا من فضلك ما تمشيش. نوسه خدي بالك من نفسك، وإذا احتجتي أي حاجة كلميني، هتلاقيني كأني جنبك بالظبط. لكن إذا غيرت رأيك وحنيتي هتلاقيني واقفة وفاتحة لك دراعاتي. أشوف وشك بخير. وهي مهانم.